السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أحلى بط من إيد ست الكل، ست الحبايب، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها ويبارك في عمرها. عفوا يا جماعة على صوتي، تعبانة شوية. شايفين البط وجماله ما شاء الله، جميل جدا بطريقة ماما. طبعا أحلى طريقة في الدنيا ممكن تعملي بيها البط. أول حاجة أنا طبعا كنت بجري وراها أصورها مش بلحق. ده بصل متقطع عادي، عليه أي بهارات موجودة عندك وملح، بتدعكيه بايديك كويس وبتبتدي تدخليه جوه البطه كده، ما تدخليش كتير قوي في البطه علشان المرته تستوي، دي اسمها مرته. زي اي حاجه بتحشيها، زي الحمام زي الفراخ، لو بتحشيه رز او الكلام ده، تمام. هنبتدي ندخل جوه البطه كده، هنقسم الكميه على الاتنين، وبعد كده هنبتدي نقفل البطه. زي ما انتوا شايفين كده ماما لسه بتحط المرته جوه البط، ان شاء الله الطريقه دي يا جماعه تاكلوا احلى بط في الدنيا. ماما هتبتدي تقفل البط، واحسن طريقه ممكن تقفلي بيها البط او اي نوع من الطيور هو اللي هي خله الاسنان دي، تمام. قفلي كويس جدا عشان ما يدخلش شوربه جوه مع المرته وتخليها طريه، عشان المرته دي بتبقى حلوه جدا لما بتستوي، بتاكليها كده مع الرز بتبقى تحفه، تمام. ما شاء الله اللهم بارك. الطريقه دي بصوا لما تجربوها هتدعولي. احلى طريقة تعملي بيها البط هي الطريقة دي ما شاء الله، تمام كده. قفلت البط طبعا، هنروح دلوقتي فين بقى؟ لسه بتقفل في التانية اهو. ان شاء الله ربنا يديك الصحة يا ماما، يا رب ويخليكي ويبارك في عمرك ويشفيك يا رب، تمام كده. انا كنت بجري وراها يا جماعة علشان اصورها، طبعا ماما ملهاش في التصوير والكلام ده، ماما بتحب تنجز، بتعمل كل حاجة في نفس الوقت وانا كنت بجري وراها. طبعا هي بتقفل البط كويس جدا، وطبعا حطت حلة على النار، تكون حلة كبيرة شوية علشان البط كده يبقى براحته ويستوي براحته. اهي هتنزل بشوية زيت وهتستنى الزيت يسخن جدا، وهتشوح البط. ومهم جدا يا جماعة تشويح البط، يعني عايز تاخدي شوربة حلوة من البط او اي نوع من اللحوم شوحيه، تمام. الزيت يسخن كويس وتنزلي بالبط بتاعك كده، تديله صدمة حلوة وتنزلي بكل اشيائه، ما تحرمهوش من اشيائه، خلي كل حاجة معاه، تمام. هم عاشوا مع بعض ويطبخوا مع بعض. المهم ماما هتنزل بشوية من البهارات اللي كانت حطاهم برضو على البصل، يعني اي بهارات موجودة عندك بتحطيها على البصل، بتحطيها هنا برضو علشان تخلي الشوربة ريحتها حلوة كده وطعمها حلو وتعمل لها نكهة حلوة. وهتنزل بطماطمية كده هتقطعها وهتحطها كده، وبعدين هتنزل طبعا هتحط، تكون حاطه مية بتغلي على النار زي ما انتوا شايفين كده، وهتنزل بالمية المغلية على البط. مينفعش تحطي مية ساقعة، لازم تحطي مية بتغلي، تمام. تمام كده. وطبعا ما تحطيش ملح، كده كده احنا بنبقى حاطين الملح مع البصل، ففي الاخر كده لما البط بتاعك يستوي تظبطي الملح بتاعك لو محتاج، ممكن ما يحتاجش عشان المرته اصلا بتظبط الملح لوحدها، بتظبط الشوربه لوحدها، ممكن ما تحتاجيش. دي كانت فراخ برضو ماما عاملاها معاها، بس ما كملتش التصوير ما لحقتهاش يا جماعه. وكده البط بتاعنا ما شاء الله استوى، والفراخ بتاعتنا استوت، وماما دخلتها الفرن كده. بص مش بندهن البط اي حاجه يا جماعه، البط دسم وكده كده تحت الشوايه بيطلع الزيت الدهون بتاعته وبيتحمر لوحده وبياخد لون جميل جدا، مش محتاج لا صلصه ولا محتاج اي حاجه تغير الطعم بتاعه، هو كده تمام جدا وبيبقى لونه زي الفل وطعمه في منتهى الجمال. شايفين شكل البط؟ اللهم بارك اللهم بارك، كان جميل جدا جدا، طعمه كان حلو قوي. تربيه ماما وطبيخ ماما، وطبعا مفيش احلى من كده. ربنا يديك الصحه يا ماما يا رب، ويخليك لنا ويبارك لنا في عمرك، اللهم امين. ادعوا لها يا جماعه. شايفين بقى البط عامل ازاي؟ ان شاء الله جميل جدا. عشان خاطر ماما بقى، ولو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم والبط لفت نظركم، فما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.